بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هو بعد الآن بدي أفرجيكم، جاي الآن على المزرعة. اليوم المشكلة عندي 10 أيام تقريبا، كل يوم مطر سبحان الله. فالأرض يعني مش مطر قوي، لا مطر خفيف صراحة، ولكن مطر يعني مش طول اليوم، ولكن كل يوم في مطر. فالأرض عندي مخبصة ولازم اروح اطعم الابقار، حكيت بطعميهم حتى لو شويه. فجيت لقيت الماكينه هاي واقفه عند الفارم تبعي، فكنت احكي لكم عن طبيعه الماكينه هاي يا شباب. شايفينه هذا التراكتور ما اثقله، هينا هذا وزن، هذا التراكتور للولايه عندي، شايفينه كيف؟ شو وظيفته هذا التراكتور يا شباب؟ خلينا انزلكم الصوره. وظيفه التراكتور هذا انه بقص على الجنب، شايفينه كيف عنده ذراع وبقص على الجنب. فالحكومة حاطيته انه بقص الاراضي اللي على الشارع. ترى شايف الشفرة هاي تبعته، شايفينها كيف، بس كأنه عنده مشكلة، عشان هيك شايفين الشفرة مقطوعة مكسورة، بدها تركيب هين تتركب الشفرة وهيك على الجنب بقص. فهو بيجي هذا وظيفتهم طول اليوم ينظفوا حوالين الارض، يعني الارض هاي بتكون مثلا بما انه الشارع هذا للدوله، هاي الارض طبعا لإلي هنا، فهو بقص الارض اللي هنا ل 30 قدم بيكون للحكومه، هنا بيكون للحكومه او 25 قدم من نص الشارع. فالممنوع هاي واحد يعمل شيء، لو هم قرروا يضبطوا في المستقبل يعملوا شيء للحكومه بتكون لإلهم. فشايفين كيف بيجوا بقصوا لي هن، قصوا لي هاي المنطقة عشان العشب هنا من يطلع وما يضايق على الشارع، والشارع يكون نظيف دائما هنا حوالينه، وما في شجر يطلع حوالين شافه. بيجوا بقصوا هاي المنطقة دائما وبيحافظوا على نظافتها عن طريق الجنب. ها شايفينه كيف بالجنب بيكون ماشي التراكتور، وعنده اليد اليمين بتقص هاي الناحة، بعدين بروح بخلص بيجي بقص هاي الناحة، الناحة الثانية. شافوا كيف مقصوص، وشايفينه كيف مقصوص، وهي قصه هنا عندي، ولكن انها خربت هنا الماكينه وخلوها لها، يمكن اتوقع لها 3 ايام موجوده، فبيظبطوها وبيجوا بعدين بيشتغلوا فيها ان شاء الله يوم الاثنين. اليوم عطله، اليوم السبت في عندهم عطله. وجيت الان بما اني اليوم رايح على الفار، ما بقدر اخذ كثير هي معي، يعني الهي هذا اللي هو العلف او البرسيم تبع الابقار، باخذ معي بس كم بالوحده، بس باخذ ثنتين لانه صعب. هاي جبت هاي التراك تبعي، وصعب الان اني ادخل في الفارم الثانيه، راح تكون كلها خبصه. وهي التراكتور هين دائما جاهز ما شاء الله عشان يعبي. هاي هذا القص الاولى يا شباب، شايفينه كيف القص الاولى، طبعا حاطه في برا هاي القص الاولى، وهينا هاي القصة الثانية. هذا التراكتور عنده فلات تاير، شايفينه كيف صار عنده فلات تاير هنا، بدها نفخ العجل هذا. وهاي القصة الثانية من الهي، هذا أجداد وبيجي عليه شبك، شايفينه. فالأمطار يعني بيحب يعني بيضلوا ما بدخل كل الأمطار جوا، شايفينه كيف بعده نظيف ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. هاي الواحد تقريبا 1000 باوند، تقريبا 60-70 دولار الآن. طبعا الحلو بساوث كولورادو إنه الجو فيها معتدل تقريبا للآن، إحنا بشهر 12 بنص 12، وهي ما شاء الله الجو بعده حلو طلع ما شاء الله، مع إنها يابسة من هنا صعب المي يدخل جواها. شايفينه كيف هي، فنظيفة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وهي عليها الشبك، والان بروح بطعميهم للابقار في المنطقه الثانيه، حتى ناخذ لهم شويه ملح معي. شاف بعض الخضار موجود احنا، واحنا بشهر 12 ما شاء الله لا قوه الا بالله. وهي يا شباب جبت هنا تشيكن مانيور. التشيكن مانيور هو وسخ الدجاج. هذا بدي ارشه هنا على الفعل الارض ان شاء الله،
خليه شايفينه، خلي هذه الارض تطلع وتخضر شويه، وزي هاي بتكون فيتامينات للارض ما شاء الله لا قوه الا بالله. شايفينه ها بدها ترش هنا ان شاء الله. شو رايكم؟ شوف كيف لما انا امشي بالتراكتور تاكب بتصير بتخبص الارض. بس الجو حلو ومعتدل جميل، الا انه فقط ماطر، ماطر 10 ايام. البحيرة هاي الخضر ما شاء الله لا قوة الا بالله. شو رايكم اروح اخذكم على المزرعه الثانيه افرجيكم وانا بطعم الابقار بتوفيق الله عز وجل. لا اله الا الله محمد رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. لا اله الا الله ما شاء الله. طبعا الكلام لا يحلو الا بذكر النبي محمد عليه الصلاه والسلام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وإن شاء الله برجع بعمل الفلات تاير تبع العجل. يلا قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله رب العالمين. ما بيجي من وراء الله عز وجل كل خير. انت شايف كيف العجل هاي فلت معاي، هاي شايفينه كيف فلات تاير. يلا قدر الله شاء فعل، يلا نضبطها إن شاء الله، نضبطها اليوم أو بكرة. ده اليوم سكر كل إشي، بكرة بتوفيق الله. الآن وصلت المزرعة الثانية زي ما حكيت لكم، أصور لكم من هنا. جبت لهم الأكل وجبت لهم حتى شوية ملح. هاي شايفين بوكل الأملاح، بس الأرض شايفينها كيف مخبصة. حكيت لكم 10 أيام تقريبا بتمطر، ولكن بصورة يعني مش مستمرة، ولكن أمطار خفيفة. ولكن الأرض عشان هيك ما ظلت مبللة، شايفينها كيف الأمطار. هاي الأملاح زي ما حكيت لكم، هاي بوتاسيوم ومغنيسيوم وكل شيء مفيد ممكن يفيد الابقار. اذا زي عندنا ببلادنا كنت تشوفوا اذا البقر بصير يلحس حاله او يلحس جسمه او يلحس الابقار الثانيه بيكون بده املاح ملح. شايفينه هذول ما شاء الله صغار في العمر، اللهم صل على سيدنا محمد. هذا تقريبا 6 اشهر، هاي وحده يعني بسموها هين هافرز عجله، وهذا وهي كمان بس هاي اللي جنبها 4 اشهر ما شاء الله. حكيت لكم هذا البلاك انجز اكثر نوعيه مطلوب بامريكا. شايفينه كيف الارض مخبصه ولكن ما شاء الله جميله جدا. الحمد لله الجو جميل ممتع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هاي الشجرة السيدر قبل 3 ايام سقطت هنا بينه وبين جاري، هي لجاري صراحة، ولكن ما حبيت ازعجه واحكي له ندبت واغلبه، بس قصيتها انا وبظبط الشبك والفنس عشان الابقار ما تطلع. هي شجرة، هاي شجر السيدر هذا من اجود انواع الشجر ومن اجمل انواع الشجر، وشجر غالي للبناء للكابينات للمطابخ، شجر جدا طيب. شايفينه بيطلع له هيك زي لونين، وريحته كثير جدا حلو، ريحته من أجود انواع الشجر واحلى، انا بحبه والله. هاي شجر السيدر او السيدار بسموه بالعربي سيدر. مشكلته هنا بيطلع عليه هاي النبته، هاي البويزن اوك او البويزن ايفي، شايفينها هاي الشجره او النبته بتطلع على الشجر. شايفينه هاد، طبعا هاي ممنوع حد يلمسها بايده. 90% من الناس في أمريكا عندهم حساسية من هاي الشجرة ومن هاي النبتة، وبصير بعدين يورم وجهه ويحكحكه، وبأخذوه مرات على المستشفى، بصير عنده ضيق نفس وبصير عنده حكة،
وبتنتشر لجميع انواع لجميع جسمه. بيطلع بالذات حوالين شجر السيدر وشجر الباين تريز، هذاك الشجر الباينز باين تري، شايفينه هيو هذا هو. حتى زوجتي مأنس قبل يومين مسكتها ووجهها ورمان هسه، بس لمستها من بعيد يعني، لمست مش عارف شو لمست يعني، ما اتوقع اجى عليها كميه زيت، ولكن جدا حساسه من هاي النبته. احنا اغلبنا سبحان الله العرب ما عندنا حساسيه لهاي النبته، ما بأثر عليها يعني، انا بمسكها وبلعب فيها ما شاء الله لا قوه الا بالله تبارك الله رب العالمين، ما عندي اي حساسيه. فالاجسام تختلف من جسم لجسم ومن نوعيه لنوعيه. انا عندي حساسيه لاشياء، هم الامريكان ما عندهم حساسيه للاشياء هاي. فكل جسم يختلف عن الاخر، وهي بين لك عظمه الله عز وجل وقدره الله عز وجل في تصريف عباده، في سبحان الله حتى بالامراض تختلف من طائفه لطائفه ومن مدد لبلد ومن ناس لناس. هذا هو شجر السيدر، من اجود انواع عشان الشجر بحبه صراحه، المطابخ بتطلع فيه جميله جدا. شفتوا هذا هو، هاي شجر السيدر، هاي هاي هي، جميل جدا ما شاء الله هذا الشجر تبارك الله. الان بتوفيق الحمد لله رب العالمين بفضل الله عز وجل ومنه، بدت الاطفال يعني بسميهم الاطفال، هي طبعا مش اطفال، العجول او الهافرز بسموها بامريكا، انها تنولد الان. زي هذا هاي عمره قاعد بيرضع من امه، الله يحرس ويحرس امه. هاي عمره تقريبا اسبوعين هذا البيبي. هاي شفت هاي امه طيبه حبوبه، بيطلع اولادها حبوبين زيها وطيبين. المجنونه بيطلع اولادها مجانين زيها، بشوفوني بهربوا على طول. هذا كأنه امه مجنونه، فبيطلع اولادها مجانين زيهم. هذا عمره تقريبا شهر ونص شهرين، هذاك هذا تقريبا 3 اشهر. هذول البيبي الجديد اللي طلعوا الان الجداد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم لك الحمد ولك الشكر ولك الفضل ولك المنة. شايفين هيو هنا هاي البيبي الجديد، هاي الان الاكل الان رميت لهم اياه، حطيت لهم اياه هنا. هذا البلاك انجز حكيت لكم رقم واحد في امريكا، هو اكثر شيء مطلوب في امريكا. شفت هذيك اللي هي بتهرب، هذيك مجنونه، شفتي كيف كلهم ما بيخافوا. هذيك بتطلع لي عندي بقرتين مجانين ربيتهم ودار بال عليهم بيخافوا مني، فطبعا مجنونه شو بدها تعمل، تطلع اولاد مجانين زيها. وقلها هاي هي هاي ما هاي تنتين او ثلاثه دام بهربوا، ليش ما بعرف. انا عم بحب زي ابوكم، انا هاي جايب لكم اكل وجايب لكم ملح وجايب لكم سكر، شو بدكم اكثر من هيك. وبتهرب من عمه، تعالوا حبايبي تعال. هذا طبعا ذكر بول ما شاء الله عليه، عمره تقريبا 8 اشهر. فهي من تكون هيك بتطلع اولاد مجانين زيها. شايفين الجو عندي ما شاء الله بعده معتدل جميل جدا، الساعة 10 الصبح او قبل العشرة الصبح. الان لازم نروح نحضر مباراة المغرب والبرتغال، بعد شوي حتبدا عندي على 10 الصبح المباراة، الساعة 10 الصبح بتبدا مباراة المغرب والبرتغال. ان شاء الله النصر للمغرب ان شاء الله، وتفوز المغرب توفيق الله عز وجل يا رب. وان شاء الله المغرب لكاس العالم، مش عارف انا عندي احساس انه المغرب حتفوز على البرتغال، مع انه البرتغال بلد قويه، ولكن الان نروح نحضرها المباراه. هيو حبايبي بديش اطول انا عليكم هنا، بس حبيت اسلم عليكم وبدي احضر المباراه حبايبي. اشوفكم ان شاء الله بكره، اوكي بكره ما فيش مباريات. يلا سلموا حبايبي. ليش هيك بتطلع علي حبيبي؟ شو مالك؟ شو اللي مزعلك انت؟ ترى كيف شكله غريب هذا حبيبي، شو مالك؟ ترى كيف دينيه سبحان الله، غريبات دينيه هذا، هذا كله دينين طالع ما شاء الله سبحان الله غريب. هذا البيبي الصغار اللي طلعت، طلع هاي بعبيها املاح سائله للبقر، ولا مش عارف اعبي، طلع المي معبي الدنيا في المزرعه. شايفين المزرعة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا رسول الله. طبعا ما أجمل الجو والمنظر ما شاء الله. خلينا نكبركم الصورة.
هاي اللي بحط فيها الاكل للاطفال او للبيبيز او للعجول الصغيره. عقيد اعطي ان شاء الله تكون الجوله هاي كفايه ان شاء الله. خلينا اروح الحق احضر المباراه ونشوف اليوم ان شاء الله. ندعو الى المغرب بالتوفيق والدول العربيه كلها بالخير والصلاح والنجاح يا رب، وان يصلح حال جميع اممنا امتنا العربيه والاسلاميه اللهم امين، وجميع دول العالم يا رب. الجميع نتمنى الجميع للخير ان شاء الله، الله عز وجل يصيب الخير بلادنا يا رب اللهم امين. حبيبي شو بتعمل عند السيارة؟ تفضل تفضل حبيبي، بدك تدخل عندي تفضل. المهم يا شباب أنهي كلامي بآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.